انجيب في منو جنيس انشير يسوس بخريستوس بين شو آمين افيد ماروت انجيب ابن في مايسو ويب امبارك لي ده الأنبا بفنوتيوس أسقف سبلوت. This is his grace bishop بفنوتيوس and he offered the lamb already. But as we know, the person he cannot be celebrant after the pope becomes pope. So this is just temporary until the pope comes is enthroned and then the pope becomes a celebrant. ولتباركوا جميع الشعوب لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. قام بنشر المسيحية في مصر من أيام حكم نيرون في القرن الأول وحتى وقتنا هذا من عام 61 ميلادية وحتى عام 1047 ميلادية كان مقر الكرسي المرقوسي هو مدينة الإسكندرية. أما المحطة الثانية الرابعة التي انتقل فيها الكرسي إلى كنيسة العذراء المغيسة بحارة الروم وذلك من عام 1660 وحتى عام 1799 المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة كان الكرسي مقره في الكنيسة المرقسية الكبرى بكلود بيك بالأزبكية حيث انتهى هذا العهد بنياحة قداسة البابا كيرلس السادس حيث تم إنشاء هذه الكاتدرائية التي نقل لكم منها جيف إرسكي باوثيني قونا فير فويسنيرون أفاري هيرون أف شبتي نيرو فأفتي آسو إيرون أفتي توتين أفنتين شريا طايونو صاي إنسو فارنتي هو إيرو فبو سنتي فريرون خين بايوس وفايني منيو تيرون تيبنون خين رينيني فينين جبي بانتو كراتور Epsoisi benuti. Sois evexasti. Kyrie eleison. Eyyuha السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة وصلوا لكي يرحمنا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطباوي البابا البطريرك أنبات ودروس الثاني وشركائي في الخدمة الرسولية أبائنا المطارنة وأبائنا الأساقف المجتمعين معنا
ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة الأسرار المقدسة لمغفرة خطايانا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك. كل حسد وكل تجربة كل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين أليتو إيفولارو نيم إيفولار بكلاوستر نيم إيفولار تاي تتربيزيا ساي نيم إيفولار تاي كيكليسيا ساي نيم إيفولار باي ما إثوا بنتك باي نيزي استنينو فرساني مونا جي انتوك بيا تكتم بأرشيشي نار إهو ميجن يهوف نيم نيتشيليل نيم إيجين تيغم ترسن تي بيغاجي عبيدك يا رب خدام هذا اليوم الأساقفة والقمامسة والقصوص والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي نكون محاللين من فم الثالوث المقدس الآب والابن والروح القدس ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية ومن أفواه الاثنى عشر رسولا ومن فم ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوسقوروس وقديس أثناسيوس الرسولي وقديس بطرس خاتم الشهداء وقديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس غريغوريوس ومن أفواه 318 الذين اجتمعوا في نيقيا والمائة والخمسين في مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسس ومن فم غبطة البابا الأنبا تودروس الثاني ومن فم الأباء الأساقفة الحاضرين معنا ومن فم ضعف لأن إلهنا كل ما إن بنيوت الطيوت العرشي إرسي بابا أبا تواضروس نم نيوتي نبس قبول نيكي Oh.
Nem
بي شمتت وبمكاني عطشنوتي بأرش من ادريتي سيب السوي صاري مطهن بكون ابول انتين النوبي كني امش انت بنيوت صواب ليك اوس اوا تجي ثوفانيوس اب شوس ارمطنان بكو قول انت النوري ايتني امش انتني تنو امشي عريب انخم بنيوتين طايود عرشي ارس بابا ابا طاوان دروس نيم بن يود بدري عرشي صحابا اغنط يزكا ابن شوي صاري مطنان بكو قول انت النوبي تنو شعارب الخندن يتعطى يودن دي كهو مضربو ليتس نمني بسكوب نيتكي نما نبتشو and for
فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس بركته المقدسة فلتكن معنا آمين. وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وألامي مثل ما أصابني في أنطاكيا وأيقونية والاستراء. أية اضطهادات احتملت ومن الجميع أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أردأ مضلين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت، وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. أكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ انتهر عز بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فاصحو في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت حلالي قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. بادر أن تجي إلي سريعا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي.
وكريسكيس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية، لوكا وحده معي. خذ ماركوس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة، أما تخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس. الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس أحضره متى جئت، والكتب أيضا ولا سيما الركوب. إسكندر النحاس أظهر لي شرور كثيرة ليجازه الرب حسب أعماله، فاحتفظ منه أنت أيضا لأنه قاوم أقوالنا جدا. في احتجاج الأول لم يحضر أحد معي بل الجميع تركوني، لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم. فأنقذت من فم الأسد، وسينقذني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور أمين. سلم على فريسكا وأكيلا وبيت أنيسيفوروس وأرسطس بقي في كورنثوس، أما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا، بادر أن تجي قبل الشتاء. يسلم عليك أفبولس وبوديس ولينوس وكلافديا والإخوة جميعا. الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم أمين. نعمة الله الآب فلتكن معنا أمين. بستوني انت بنيوت بطرس قوينا من راتي نيبرس في تروس اتخنسينو تيتي هو ايرو تي ام بخريستوس نايس ليو ام برمن ربيكو اوزموس او زهنيت شبخن بيكوزموس بيكوزموس لاسيني نمتفئ بسمي في زهت إيري أمف وقوش مفنو تي إفنا شوبي شائن الكاثوليكون. فصل من الرسالة الأولى لمعلمنا القديس بطرس الرسول بركته المقدسة فلتكن مع جميعنا أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لألام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم نظاراً، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع،
لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. بيدي سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون. تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومركز ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع، آمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يصنع مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. Amen.
اسم سينا Oh.
نور افسوم. انت تي اكليسيا Oh.